احلام درت فيديو جديد درت احلام فيديو جديد عرفت نسيت لي كيفاش ندير نهضر معاكم كيفاش توحشكم البوبيات الغزالات ديال الاحلام كي داني البنات لاباس عليكم نتمنى دوزتو تكونوا دوزتو رمضان مزيان دوزتو العيد مزيان غبرت عليكم واحد الغبره ديال بصح حيت كانوا عندي شي امور شخصيه ويلا تفرغت وقلت خاصني ندير فيديو جديد توحشت البنات وحتى هما توحشوني المهم البنات الفيديو ديال هذا النهار هذا مقلغ لكم غير بوبيات الفنات الفينيكيشات حطيت لكم واحد ستوري حطيت لكم هنايا وقلت لكم واش تبغوني ندير لكم فيديو ديال لاشيز اولا ديال الموش كيفاش تلصقهم حبه حبه وبزاف منكم كتبتوا مني الفيديو وانا درت لكم فيديو شوفوا البنات كاين اللي ما عندهاش باش تمشي للصالون وكاين اللي كتخاف تمشي للصالون وما يعجبهاش الريزولطا ولا تخسر الفلوس اولا هذا ما عرفتش انا كنعرف راسي كما كنقولوا كل وحده وكتعرف الوجه ديالها سواء الميك اب سواء الشعر سواء نتوما كتعرفوا الحوايج اللي كيجيو معاكم فهمتوا يعني اليوم جيت باش ندير لكم الطريقه باش تهناو الا كنتو زربانين كنتو باغيين ديروهم بوحدكم وبثمن اقل من الصالونات فهذا اللي كاين غادي تمشي تكتب لشي وحده لتحت عندها شي صالون قول لها خدتك الحق كتقطع علينا الرزق ديالنا انا البنات بغيت غنوريكم الطريقه كيفاش انا كنديرها وكاين الله يحسن العوان اللي ما عندهاش باش تمشي للصالون بلا ما نكثروا الهضره غنوريكم شنو غادي تحتاجوا وكيفاش غادي نخدموا لاشيز ديالنا حبه حبه هلا ورجعت لكم هكا باش تشوفوني مزيان فاش نكون نخدم وباش حتى العينين تشوفوا مزيان غادي نزومي لكم شوفوا الخدمه حتى هي كيفاش غادي تكون ندوزوا الحوايج اللي غادي نحتاجوهم واللي خاصنا ضروري يعني فهمتوا يعني شي حاجه ضروري ما غاديش يتبدلوا اول حاجه البنات غادي تحتاجوها اللي هي مرايه تكون صغيره بحال هكذا ديال شي باليت ولا شي لعيبه نتوما ديال باليت فهادي البنات باش تشوفوا مزيان شنو غادي تخدموا شوفوا البنات اول حاجه حنا الرموش ما غاديش نلصقوهم هنايا هنا الرموش غادي نلصقوهم من التحت فهمتوا يعني باش يلصقوا مزيان ويثبتوا مزيان الا كتلاحظوا في الصالونات راهم كيلصقوهم من التحت ما كيلصقوش من الفوق لاشيز اول حاجه شنو غادي تحتاجوها تحتاجوا مرايه صغيره ديال شي باليت ثاني حاجه واللي هي النوع ديال لاشيز شوفوا الفرق ما بين هاد العين وهاد العين هادي راه ما دايراش وهادي مجبوده ومسحوبه لاشيز اللي غادي ندير انا غنحط لكم هنايا النوع ديالهم انا هادو قربوا يكملوا لي ها نتوما البنات كيفاش دايرين هنايا كنحط القلو باش نخدم به جايين غير حبه حبه هادو البنات سميتهم ماكس فاكتور تقدروا تلقاوهم عند لي بارفيومري كيتباعوا ب 10 دراهم وكاين اللي كيدير لهم اكثر وكاينين هاد النوع هادو ديال برايمارك هادو البنات غنوريكم كيفاش دايرين هادو البنات كيجيو ثلاثه د الحبات ثلاثه د الحبات ها نتوما ما كيجيوش غير حبه حبه هادو البنات ننصحكم بهم علاش لحقاش هادو للمبتدئات شوفوا البنات هاد الجوج هادو ديال لاشيز هاد الجوج ديال الانواع ديال لاشيز عندهم نفس الخدمه نفس الخدمه غير شنو هي هادو سهل من هادو يعني هادو براتيك الا كنتي زربانه فهمتوا يعني اي نوع لقيتوه خذوه ولكن بالنسبه ليا انا كنفضل هادو ديال حبه حبه حيت كيجيو ناتوريل وكتجي العين مجبوده الحاجه الثالثه واللي هي الكلو الكلو البنات ضروري 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 بزاف تاخذوا شي كلو يكون مزيان هاد الكلو هذا فيه البرومي والدوزيام يعني سيروا عند البارفيمري السلام عليكم بغينا الكلو ديال لاشيز هذا ويكون من نوع المزيان هاد الكلو هذا البنات راه ما كنلصقش به غير هاد الشفار هادو كنلصق به حتى هاد الشفار هادو الكبار فريمون ما عمرو ولا حشمني دائما كنديرو كنمشي للعرس كيبقاو الشفار ديالي في بلايصهم ليكم البنات راه فيه البرومي والدوزيام وانتوما سيروا قلبوا على البرومي كيكون كتكون الكاليتي ديالو زوينه وفوالا هكا كيجي ومن بعد البنات غادي تحتاجوا هاد اللقط هذا اللي ضروري 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 البنات هاد الرموش هادو كنحاول نفهمكم غير بشويه باش تفهموا مزيان وباش نعطيكم كاع النصائح هاد الرموش هادو البنات ساهلين باش يتحيدوا ها نتوما حيت كاينين ثلاثه ساهلين باش يتحيدوا ولكن الرموش الاخرين فيهم بزاف ديال التخربيق خاصنا نحيدوهم غير بشويه لحقاش كيضيعوا يعني
الا بقيتي غاديه بحال هكاك راه الباك كامل غادي تضيعيه وما غاديش تستافدي منه. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نديرو نحيدو لاشز هكا كيجي. شنو غادي ندير انا فوكس؟ اول حاجه البنات غادي نديرو بحال هكا، يعني غادي طويو هذا وغادي نشدو اللقاط وغادي نهزو من هاد الراس هذا وصافي، وكتحطوهم فشي بلاصه بحال هكا فهاد بعده فهاد القويبسه ديالهم، كتحطوهم هنا وكتحطو شويه ديال الكلو هنايا وصافي. غنوريكم كيفاش غادي تهزوهم البنات. ها هي الرمشه هانتوما البنات. شنو غادي نديرو حنايا؟ غادي ناخدوها بحال هكا، يعني تكون هكا وغادي ندوروها، يعني تكون بحال هكا فهمتش ياك. حنايا ما غاديش نديرو الكلو من هاد الجهه، غادي نديرو الكلو من هاد الجهه حيت حنايا غادي نلصقهم بحال هكا فهمتوا؟ يعني فاش غادي نلصقوا الكلو غادي نديرو هنايا وغادي نجيو نلصقوا، يعني الرمشه كتكون دايره بحال هكا. حنايا غادي نجيو نديرو لها هنايا الكلو. نتمنى تكونوا فهمتوني الكلو فاش غادي نحطوه. الكلو غادي نحطوه على هاد الجهه هادي، ما غاديش نحطوه على الجهه الاخرى، والرمشه دائما تكون بحال هكا، يعني بحال الرمشه الطبيعيه. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. اول حاجه البنات هادي فيها وهادي ما فيهاش. غادي ناخذ المرايه نجي منا وغادي ندير بحال هكا الرموشي طبيعيين بحال هكا، يعني تيطلعوا مزيان الا كنت عندكم هذيك التويشيه باش تطلعوا الرموش طلعوهم. انا كندير غير بحال هكا باش الرموش ديالي يطلعوا ونعرف فين غادي نخدم. غتكونوا حيدتوا اللاشز ديالكم من هذيك القويبسه ديالهم وغادي تحطوهم هنايا، تحطوهم كلشي هنايا وديروا نقيطه ديال الكلو. انا هذه نشفات لي ديك النقيطه نشفات، فغادي نزيد ندير معاكم. شوفوا البنات حاطه هنايا الرموش، غادي ندير نقيطه ديال الكلو غير بحال هكا. دونك فوالا، نتمنى تكونوا فهمتوني. اول حاجه البنات انا كنبدا من هاد الجهه، كنبدا من هاد الجهه هذه التاليه. غادي ناخذ الرمشه ديالي، الرمشه كما قلت لكم تهزوها غير بشويه باش ما تهرش، تكونوا ديجا وجدتوهم وحطيتوهم في شي حاجه بحال هذه باش ما تخربقوش. الرمشه ديالي هكا كتجي، يعني ماشيه هكا. انا غادي ندير الكلو في هاد الجهه هذه، في هاد الجهه هذه. نتمنى تكونوا فهمتوني البنات. غادي ناخذ لاشز تكونوا قابضينها مزيان مزيان بهادي باش ما طاش ليكم البنات. غادي ناخذ الرمشه ديالي وغادي نديرها في الكلو فوالا، درتها في الكلو. غادي بحال نقولوا تنشفوا داك الكلو باش ما يتخبزش لينا في العين. ها هي البنات درنا فيها لاكول. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي تحيدوا اي حاجه كانت عندكم هنا، المهم الشعر يطلع للفوق، وغادي نلصقوا هنايا لداخل، نلصقوا هنايا لداخل ديك الرمشه هنا. شفتوا غادي تاخذوا هاد الجهه هادي ديال اللقاط وغادي تكرازيو بها ديك الرمشه مع رموشكم الطبيعيين باش تلصق مزيان. تقدروا تاخذوا شي حاجه تكون بحال هكا وتعليو بها الرموش ديالكم. تقدروا ديروا البنات تستخدموا داك العود ديال السنان، انا عكست نجيبو وفوالا. ها نتوما لصقنا الرمشه الاولى مزيان ولاصقه مزيان، هانتوما البنات
يعني راها لاصقه من التحت. نعاودوا نفس الطريقه. شنو غادي نديرو؟ نكونو ديجا حطينا هنايا الرمشات ديالنا، هنايا القلو. غادي ناخذو الرمشه دائما كنهزوها منا من هاد الجهه هذه الفوقانيه، ما كنهزوش من التحت. غادي ناخذو القلو. شوفوا البنات فين حطيته، يعني من هاد الجهه اللي دايره بحال هكا. وغادي نعاود نلصق، كتخليوه شويه ينشف غير شويه هكا، ولا كتنشفوه شويه نتوما. وغادي نلصقو حدا هذيك اللي لصقنا الاول. ها نتوما البنات، كتحلوا عينيكم مزيان باش تشوفوا شنو راكم تخدموا. صافي، وكتاخذوا هاد الجهه هذه وكتلصقوا مزيان هنايا فين كاين السر باش ما يطيروا لكمش. كتلصقوه مزيان كما قلت لكم. الا عاد عندكم داك دوك العمايد ديال الخشب تقدروا ديروهم. او فوالا، نتوما الفرق بدا كيبان. انا كيعجبني بحال هكا لافي، تقدروا نتوما ديروهم ناتشورال، ديروا غير هنا وحده هنا وحده هنا وحده وتمشيو بحال هكا. انا كيعجبوني في التالي العينين يكونوا مجبودين ويكون هاد لافي هذا بحال هكا. هذا عاد راني ما خدمهمش مزيان، يعني درتهم خفاف 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 باش ما يبانوش البنات. ها نتوما شوفوا كي دايره شويه كبيره. غادي ناخذوا هنايا القلو. دائما القلو يتحط في ديك الجهه اللي دايره بحال هكا، يعني ها نتوما ها الفصاد ديالها يتحط القلو في الفصاد ديالها. انا غمستها ماشي حطيتها. غادي تنشفوه هنايا شويه هكا بحال تحيدوا داك لاكسي. تعليو عينيكم الفوق وتخدموا. علاش قلت لكم خصكم شي مرايه؟ وصافي، كتحطوا هنايا الرمشه ديالكم. ها نتوما كتخليوها غير شويه تقود في راسها، وابخي كتاخذوا شي حاجه وكتفيكسيوها مزيان. هانتوما البنات الفرق بدا كيبان. كما قلت لكم هاد العين هادي ما خدمهاش عاد مزيان، يعني ما عطاتلهاش الخاطر. تاخذوا اللقاط، تاخذوا هذيك ديال الرموش ديالكم، و من الاحسن تكونوا موجدين من قبل باش هكا باش ما تخربقوش، يعني فهمتوا، تحيدوهم على خاطركم حيت هادو فخاجي. وهنايا صافي، انا كنبغيهم خفاف يعني بزاف بزاف، ما كنبغيش داكشي اوفر. كنبغيهم يجوني دايرين بحال الماسكارا. الا كنتو نتوما غادي لشي حضور ولا كتبغيوهم كتبغيوهم دايرين كتبغيوهم تقالين ف كثروا. وكلشي البنات على هاد التالي هذا ديالي، حيت هنايا كتجبد العين فهمتوا، يعني كتبان كبيره. اما الا درتو هنايا في الوسط وخليتو هاد الجهه العين غادي تبان صغيره. وفاش تبغيو تطلعوهم ديروا لهم بحال هكا باش يبان الفوليوم ديالهم. كما قلت لكم انا هاد العين هذه ما خدمتهاش مزيان، ماشي ما خدمتهاش مزيان ولكن ما عطاتلهاش خاطر، يعني غير في الساعه باش نوريكم في الاول ديال الفيديو. غادي نعاود نوريكم الطريقه كيفاش تحيدوهم. تاخذوا هذا وغادي تحيدوهم من هنا، كتكون فيهم واحد لاكول، جروهم دغيا باش ديك لاكول ما تلصقش فيهم ويوليو بويض. ولا كانت شي بيوضيه حيدوها بالماسكارا فهمتوا، يعني فوتوا هكا بالماسكارا واحد شويه. فاش شي رمشه ما تبغيش تلصق لكم في شي بلاصه ديروها في بلاصه واحده اخرى، حقاش كتعكس شي مرات. ونعاود ندير فيها لاكول، وغادي نلصق هنا لقدام. كما قلت لكم ما مشيتش انايا خط هكا، يعني مشيت من هاد الجهه هذه كثرت هنايا، وهنايا دايرتهم غير خفاف حيت انا هكا كيعجبوني فهمتوا، يعني مع الرموش ديالكم غادي يجيو داك الشيء. يا سلام،
نتمنى نكون كنبان لكم ونتمنى نكون شرحت لكم مزيان حيت انا ما كنعرفش نشرح، كنعرفش نوصل الفكره يعني مزيان ولكن درت في ما في جهدي باش نوريكم وباش تعلموا ديروهم في الدار بوحدكم. الرمشه بحال هكا البنات غادي نديرو هنايا القلو وشريوهم، راهم رخاص البنات وبقاو تعلموا، راه حتى شي واحد ما زاد معلم، انا براسي راه حتى شي واحد ما علمني غير بوحدي، اي حاجه كنديرها بوحدي، كلشي بغيت نمشي شعري ندير ميكاب خلاص كنديرو بوحدي، ما عمرني ولا عطيت وجهي لشي وحده. او صافي هاكا نكونو كملنا. غادي تاخدو دابا من بعد ما غادي تلصقوهم مزيان 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 البنات، يعني مزيان هنا خصني نزيد واحد الوحيده حيت باين هاد الجهه خاويه، نزيدو وحده وغادي نديرها في هاد الجهه هادي اللي كتبان لي خاويه. شوفوا البنات خصهم هما الخاطر، يعني بشويه تحيدت لكم شي حاجه ماشي مشكل. هو الريزولطا فينال ديال العين ها كيفاش كتجي. تقدروا تاخذوا الماسكارا نوريكم، اي ماسكارا كانت عندكم ديروا هنايا شويه فما غاديش تحتاجوا ديروا ماسكارا الفوق. هكا كيجيو البنات الرموش ديالنا، نتمنى يكونوا عجبوكم، كيجيو ناتوريل بزاف، كتهناو من الماكياج وكثرة التفيش، ما ديروش حتى فاغا بوبيير، يعني كيجيو طبيعيين وكتجي العين مجبوده. هاد العين هادي ما ديروش عليها حيت ما كنشوفش مزيان يعني الفرق بيناتهم، حتى نسالي الفيديو عاد غادي نصايب هادي وصافي. الا بانت لكم شي حاجه ديال داك الكلو ديالهم كما قلت لكم، هنا عندهم واحد اللصقه هنايا بيضه، الا بانت لكم هنايا شي حاجه بيضه خذوا شويه الماسكارا اي شويه يعني باش ما تخبش، وغير هكا بحال نقولوا ديك البلاصه البيضه تحيدوها بالماسكارا وصافي. البنات دابا نقول لكم باي باي، نوريكم النتيجه عن قرب. غادي ندير الماسكارا حتى في هاد الجهه هادي، صافا البنات هذا ما كان. تقدروا تستخدموا هادو كما قلت لكم، هادو حتى هما زوينين وبخاتيك بالنسبه للبنات اللي مبتدئات، هادو تلقاهم في برايمارك، ولا ما عندكمش برايمارك تقدروا تلقاهم عند لي بارفيمري وصافي. هذا ما كان البنات، نتمنى نكون فدتكم، نحط لكم هنايا لا مارك ديال الرموش باش تدبروا عليها، راه شريتها انا حتى انا من بارفيمري من عند واحد السيد وصافي. هذا مكان نقلب الكاميرا باش نوريكم النتيجه النهائيه وتشوفوا كيفاش جاوني كيفاش كيجي، وكيجيو ناتوريل العين كتجي مجبوده. عارفه هاد العين وهاد العين ما كاينش بيناتهم تشابه، ولكن غير حيت هادي خدمتها معكم في التليفون داكشي علاش هادي حتى نصايبها. واللي غادي نوصيكم هو انكم تلصقوهم مزيان بحال هكا، يعني طلعوا العين الفوق وتلصقوهم مزيان، وماذا بكم ديروا هكا يعني تلصقوهم مع الرموش ديالكم طبيعيين وصافي. البنات هذه هي النتيجه، صراحه زوينين بزاف، كيهنيوكم الماسكارا والمكياج. لو كنتيش كديري المكياج لوجهك في الصباح تنوضي تغسلي غير وجهك وتخرجي، واحد لي في العينين ما نعرفش ليكم. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا كيفاش غادي نديروا نحيدوهم، كيفاش غادي ديروا تحيدوهم؟ يا اما بالديماكيون او لا يا اما تمشي تدخلي دوشي، هما غادي يتحيدوا بوحدهم، غادي يبقاو يتنسلوا غير بوحدهم وصافي. هاد المشهد ما كان، والا بغيتو تحيدوهم ويلاه دايرينهم، راهم دغيا كيتحيدو كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، ينشفوا مزيان بحال هكا باش يلصقوا لكم في العينين ديالكم وصافي. البنات هذا ما كان، هذه هي النتيجه. كنت باغا نقول لكم شي حاجه اخرى مهمه ولكن ما عقلتش. ايه البنات شوفوا فاش تغسلوا وجهكم دوزوا غير على عينيكم غير بحال هكا، يعني ما تغسلوش وجهكم كامل بالصابون والماء حيت كيطيروا، يعني غير تحاولوا عليهم صافي. البنات هذا ما كان، نتمنى انهم يكونوا عجبوكم. صراحه الطريقه زوينه هذه للصيف، ما كنبغوش نديروا المكياج بزاف، ما كنبغوش نكثروا من التفيش، غادي تفيدكم بزاف وخصوصا البنات اللي كيبغيو داكشي ناتوريل داكشي ما مفزرش. تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتو جداد باش تعم الفائده،
وبغيت نقول لكم توحشتكم بزاف وشكرا بزاف على المساجات ديالكم زوينين اللي كيفرحوا كضلوا تسولوا فيا فين غابره فين مشيتي ما كاينه شي حاجه. بغيت ربي يسر لكم اموركم فين ما تحطوا يديكم ربي يوفقكم. وبالنسبه للناس اللي عندهم لي زيكزامو كيتسناو يردوا عليهم الله يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله تنجحوا وتفرحوا وتفرحونا معاكم. وصافي البنات اشتركوا في القناه الا كنتوا جداد وديروا واحد الجيم باش الفيديو يطلع وتكومونتيو لتحت وتعطوني الاراء ديالكم شي حاجه بغيتوني نزيدها شي حاجه بغيتوني نقصها النصائح ديالكم اي حاجه اي سؤال اي كتبوا لي تحت. وصافي البنات هذا ما كان البوبيات الغزالات الفنات الفنيكيشس ديال الاحلام نتوما راكم الحب 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 الحقيقي كنبغيكم بزاف البنات باي باي.